السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام التربوي. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح الفرد الثاني في الدورة الثانية بالنسبة لمادة النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي. غادي يكون هذا هو النموذج الأول. سبقوا حطينا لكم مجموعة من النماذج في مجموعة من المواد فيما يخص فروض المرحلة الرابعة، يعني الفروض الأخيرة في الدورة الثانية. أيضا بالنسبة لرابط تحميل الفروض غادي تلقاوه داخل صندوق الوصف أسفل الفيديو، وأيضا ستجدون رابط صفحتنا على الفيسبوك. إذا نبدأ السؤال الأول، ما هي مرحلة البلوغ؟ إذا مرحلة البلوغ هي مرحلة النمو، وهذه المرحلة يصبح فيها الإنسان قادرا على الإنجاب، حيث تظهر على كل من الذكر والأنثى تغيرات فيزيولوجية وجنسية. إذا هذا هو التعريف ديال مرحلة البلوغ. إذا هي مرحلة نمو يصير فيها الإنسان قادرا على الإنجاب، حيث تظهر على كل من الذكر والأنثى تغيرات فيزيولوجية وجنسية. سؤال ثاني، صنف الأعضاء التناسلية التالية حسب الجدول: الخصيتان، القضيب، الرحم، القناة المنوية، والمبيضان. إذا غادي نصنفوهم أعضاء تناسلية أنثوية وأعضاء تناسلية ذكرية. إذا بالنسبة للخصيتان فهما من الأعضاء التناسلية الذكرية. إذا بالنسبة للقضيب أيضا أعضاء تناسلية الذكرية، الرحم من الأعضاء التناسلية الأنثوية، قناة المنوية الأعضاء التناسلية الذكرية، المبيضان أعضاء تناسلية الأنثوية. سؤال ثالث، اعطي مثالين للتغيرات عند كل من الفتى والفتاة الدالة على البلوغ. إذا هناك العديد من التغيرات التي تظهر عند الفتى وعند أيضا الفتاة. إذا من بالنسبة للفتاة كاين خشونة الصوت، ظهور اللحية والشريب، ظهور أو لنمو شعر العانة والإبط، تسارع في النمو إلى غير ذلك. بالنسبة للفتاة أيضا هناك ظهور الحيض، هناك نمو الثديين، نمو شعر الإبط، نمو شعر العانة إلى غير ذلك، وأيضا تسارع في النمو، يعني كيولي النمو ديال الفتاة والفتاة في هاد الفترة ديال البلوغ كيكون بواحد الشكل اللي هو سريع. إذا بالنسبة لي عند الفتاة ديرو خشونة الصوت، ظهور اللحية والشارب، أيضا خروج المني يعني خروج الأمشاج الذكرية، اتساع الكتفين إلى غير ذلك. عند الفتاة ظهور الحيض يعني دم الحيض، نمو الثديين، نمو شعر الإبط والعانة إلى غير ذلك. إذا السؤال الرابع، تصميم الجدول التالي بما يناسب. إذا عندنا الفترة وعندنا مدتها بالأيام، عندنا الطمات يعني الحيض، الخصوبة، والدورة الحيضية. إذا هنا المدة بالأيام بالنسبة للطمات، إذا خمسة تقريبا يعني في المتوسط خمسة أيام. إذا كاين اللي كيمشي حتى لسبعة أيام، كاينين في واحد الحالات قليلة كنلقاو كنقدرو نلقاو أكثر من سبعة أيام، لكن على العموم في المتوسط خمسة أيام. إذا بالنسبة للخصوبة خمسة أيام، وبالنسبة للدورة الحيضية كتكون 28 يوما. إذا هادشي كيف ما قلت لكم راه في المتوسط.
راه كاينين بعض الحالات، ولكن هذوك الحالات قلال اللي كنقدروا نلقاو عندهم. المده بالايام كتكون زايده. خامسا، اجب بصحيح او خطا امام كل عباره. لا تكون ملامح الحامل واضحه اثناء هذه الفتره. اذا بالعكس، فملي نتكلموا على الحامل يعني ان الاعضاء ديالو بدات تظهر، وبالتالي ففي هذه الفتره تكون ملامحه واضحة. من خطأ. اتساع عنق الرحم أثناء الحمل هو مرحلة من مراحل الولادة الطبيعية. نعم أكيد، فالمرأة الحامل ملي كتبغي تولد ولادة طبيعية راه ضروري مخص اتساع عنق الرحم باش كيسمح بخروج الرأس. وبالتالي هنايا صحيح. تتجه أرجل الحامل إلى الأسفل نحو عنق الرحم كي يسهل خروجه أثناء الولادة. إذا بالنسبة للولادة، إمتى كيكون الخروج سهل ديال الحامل؟ ملي كيكون الرأس هو اللي متجه نحو الأسفل، يعني حيتاش الرأس هو اللي خصو يسبق هو اللي خصو يخرج. ولكن في بعض الحالات عند بعض النساء كيقدر ان هذاك الحامل كيكون مسبق رجليه، يعني رجليه هما اللي كيتجهوا نحو عنق الرحم. يعني في هذه الحاله راه كتكون ولاده اللي هي قيصري، يعني كتكون بالفتيح ماشي كتكون ولاده طبيعيه. اذا هنا غنديروا خطا، لان الراس نورمالمون في الولاده الطبيعيه هو اللي خصو يكون متجه نحو الاسفل كي يسهل خروجه اثناء الولاده. اذا السؤال السادس، أتمم بكتابة الأسماء المناسبة لفترات الدورة الشهرية. إذا هنا عندي من اليوم الأول إلى اليوم الخامس، إذا هذه كتمثل فترة الطمث أو لفترة الحيض. إذا بالنسبة لهذه الفترة راه هنا عندنا واحد، يعني ماشي في بداية الشهر، يعني ماشي في بداية كل شهر، يعني واحد من كل شهر، وإنما اليوم الأول من نزول دم الحيض. يعني كان هذا لأن كيختلف التاريخ من فتاة الى فتاة اخرى. كاين في بعض الاحيان كتقدر تجيها الطمط في 15 في الشهر، في 16 في الشهر، في 20، في 1، في 2، يعني ماشي بالضروره اليوم الاول من الشهر، وانما اليوم الاول من نزول الحيض. يعني هنا هذا كنعتبروه اليوم الاول. اذا هنا في هذه المرحله، اذا شوفوا معايا هذا السهم كيشير هنا 14، يعني 14 يوم مورا اول يوم كتنزل فيه الحيض، يعني في هذا اليوم بالضبط كتكون الاباضه. اذا هذا السهم كيشير لهذا المكان هذا، يعني 5 ايام من 12 حتى 16. اذا هذه كتمثل فتره الخصوبه. وبالنسبه لفتره الخصوبه، فهاد المرحله بالذات اذا كان هناك اتصال جنسي بين الرجل والمراه، اذا هنا ممكن انه يكون حمل. يعني هنا في هذه الفتره ممكن انه يتم تخصيب البويضه بالحيوان المنوي ووقوع حمل او حدوث حمل. ننتقل الان بالنسبه للسؤال السابع، اتمم الجدول التالي بما يناسب. اذا هنا عندي الكلمه باللغه العربيه عندنا الجنين، باللغه الفرنسيه لومبريون. اذا هنا عندنا اكوشمون باللغه العربيه ولادة. وكنكونوا قد انتهينا من تصحيح النموذج الأول الفرد الثاني في الدورة الثانية بالنسبة لمادة النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد. أتمنى لكم التوفيق، إلى اللقاء.